شكرا ليكي ليندا، اهلا بكم مشاهدينا تاني من جديد في صباح الخير. ودلوقتي خلينا بقى نبتدي فقرتنا اللي بنقدم فيها جانب من الاناشيد والابتهالات الدينيه. النهارده هنعرفكم على واحد من المرشدين الشباب، وهو الشاب احمد عاصم اللي منورنا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا احمد. صباح النور. صباح الخير يا احمد، منور. صباح النور يا استاذ محمد. البدايه ابتدت معاك ازاي بقى في الانشاد واختيار الانشاد واختيار هذا الشكل بالذات من الفن؟ هو اولا انا مبسوط جدا معاكم النهارده. اسمي احمد عاصم من المنصوره. اهلا وسهلا. بدات في مجال الانشاد من وانا حوالي 15 سنه. بدايه كنت طبعا بطلع حفلات تبع المدرسه وحفلات خارجيه في مدينه بلقاس، وبعدها الحمد لله يعني بدات ادخل مسابقات واحصل على المركز الاول، واتطورت الحمد لله. نزلت هنا مهرجانات في القاهره، مهرجان الازهر للفن والابداع، وشاركت في حفلات هنا، ودايما الحمد لله كنت بحصد المركز الاول ما شاء الله، واتدربت الحمد لله مقامات واتخرجت. ايوه ده اللي احنا عايزين نفهمه برضه، عشان في شباب كتير ما يعرفوش. انت بتقول ان انت اتدربت، ايوه هو الاول كنت بسمع، اتطورت في ادائك كمان. صح. فعملت ايه عشان توصل لهذه المرحله؟ انا اولا كنت الاول معتمد كله على السمع، بعدها انتقلت من حوالي سنه، بدات في مدرسه الانشاد الديني للشيخ محمود التهامي، درست المقامات. يعني هناك بيأسسوا يعتبر من الألف للياء. فالحمد لله يعني كنت دايما لازم ان انا اطور من نفسي. حتى بعد ما خلصت دلوقتي المدرسة بفكر ان انا ان شاء الله انتقل لمرحلة الأوبرا، وبرضه هتعلم عود. يعني دايما ان انا هطور، مش ان انا هفضل مثلا عند مستوى ثابت. برافو عليك والله. لازم تبقى بتعرف ايه علشان تتوجه ناحيه الانشاد الديني؟ لازم يبقى عندك ايه، مخارج الفاظ، لغه عربيه، قدره على القراءه، يعني ايه؟ السمع ده اكتر شيء هو اللي بيميز شخص عن الودن الموسيقيه. الودن الموسيقيه. وطبعا مخارج الالفاظ دي بتفرق جدا، هي فارقه معايا بسبب حفظ القران، ان انا بحفظ القران من صغري، خاتم وانا في رابعه ابتدائي ما شاء الله. فده مخارج الالفاظ هي اللي يعني القران فرق معايا فيها اكيد. طيب نبدا بايه؟ ممكن ان شاء الله نقول انشوده رمضان وتجلى وابتسمه. يلا بينا. اتفضل. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد اذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات. رمضان مجال الصلوات، طوبى للنفس بتقواها. الله عليك. الله يخليك. مخارج الفاظ فعلا زي ما بتقول. قراءة القرآن ساعدتك على ان انت بس يبقى عندك مخارج الفاظ سليمة، ولا في النفس وفي الوقفات وفي كله بقى؟ هو طبعا النفس ده له تمارين خاص، يعني وبكون طبعا يعني بتختلف من شخص للتاني. ممكن شخص في طبيعته بيكون نفسه طويل، في مثلا لو واحد نفسه متوسط او قصير، دي في تمارين ليها معينه خاصه بال يعني فوكاليز وحاجات شبه كده، بتفرق جدا في النفس مع الوقت. بتاخدها يعني مع التكرار الكتير بتفرق. بتعمل انت التمارين دي؟ طبعا لازم قبل اي حفله او قبل اي حاجه طالع انشد فيها لازم بمرن صوت الاول، لان ما ينفعش لو جيت اقول على طول ممكن يحصل زي نشازات او حاجه شبه كده. بتمرن صوتك، بتسخن يا احمد زي ما بنشوف كده في التمارين وفي الالعاب الرياضيه، الاحبال الصوتيه كمان بتتعمل، بندي زي اهات كده صوتيه زي سلم صعود ونزول. تمام. كل مره طبعا بحاول اعلى اكتر، يعني ببدا طبعا من القرار لغايه ما اوصل للجواب. ما نسمعها عشان نفهمها. طيب الاهات حتى احنا ممكن نقول ماشي، احنا ممكن نجيب السلم ماشي عشان نفهمها بس والناس كمان يفهموها. آه
كذا بس يعني عشان في رمضان بقى لا طبعا احنا انا فهمنا خلاص هو ده اللي عايزين نعرفه ان شاء الله. طيب انا عايز اعرف بقى انت كنت في مدرسه ازهريه ولا ايه السبب اللي خلاك تتجه للانشاد الديني؟ يعني ما دام بتقول انك تعلمت من المدارس او من الغناء الغناء في المدرسه عاده الاطفال بتتجه انها تغني على المسرح الاغاني العاديه. لا هو انا عادتي من الاصل اصلا من صغري انا ازهري من الابتدائي لحد دلوقتي حاليا بدرس في كليه الدعوه الاسلاميه جامعه الازهر ما شاء الله. طبعا بسبب حفظ القران وان انا يعتبر من وانا في ثالثه اعدادي دخلت صليت بالناس امام والحمد لله ما زلت فده خلاني اكتر ان انا اتجه للانشاد. يعني في جالي حاليا فرص كتير والله ان اغني لا انا ثابت على مجال الانشاد وممكن يعني اي نعم احنا ممكن هاخد وقت شويه على ما الواحد يظهر شويه بس انا مستمر وهفضل ان شاء الله مستمر على مجال الانشاد باذن الله. عظيم. طيب بتقوم الناس كمان وخاتم القران وانت في رابعه ابتدائي؟ ايوه. طيب عايزين نسمع الناس صوتك في القران. ماشي تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فتح الله لك. مين قدوتك في قراءة القرآن الكريم؟ احنا دولة التلاوة. صح. الشيخ المنشاوي. بتحاكي الشيخ المنشاوي طيب؟ ليه؟ بتحاكيه تقدر تقلده مثلا؟ هو الشيخ المنشاوي صعب محاكاته شوية صعب يعني. محاكاته. يعني أنا بدندن فيه يعني بدندن إنما إن أقدر أجيبه بالظبط ده بيكون صعب شوية طبعا خامة الصوت بتختلف. خامة الصوت صح كلامك مظبوط. بتختلف شوية. لكن تقدر تحاكي مين؟ ولا أنا بتفضل انك تبقى الاول اول ما بدات كنت بحكي شيوخ كتير وطبعا كان صوري الصوت لسه طبعا ما اكتملش او حاجات شبه كده الصوت كان لسه رفيع فكنت اقدر احكي شيوخ كتير بس انا حاليا بحاول ان اخلي ليا صوتي يعني ناس كده اصلا كنت ادخل ساعات اصلي بالناس امام مره اصلي بركعه صوت شيخ وركعه ثانيه بصوت شيخ ثاني لا بس الناس بعدها بدات تقول لي لا احنا عايزين نسمع صوتك فمن وقتها يعني اشتغلت على ان يبقى ليا صوت انا طبعا كل قارئ لازم يكون ليه بصمه لكن أيوة ما يمنعش طبعا زي ما انت قلت كده ان نكون بنقلد ناس او هو طبعا يعني شرف لاي حد ان يقلد زي طبعا الشيخ عبد الباسط الشيخ المنشاوي الشيوخ القديمه كلها يعني شرف لاي حد طبعا يقلدها. طيب سمعنا ايه دلوقتي؟ ممكن نقول انشوده رمضان جانا هنختم بيها. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله غنوا قولوا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان
قولوا معانا أهلا رمضان جانا. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرات زرنا وبنستناك. من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك؟ اهلا رمضان جانا، قولوا معانا اهلا رمضان جانا، اهلا رمضان قولوا معانا اهلا رمضان جانا. الله عليك يا احمد، ربنا يوفقك ان شاء الله يا رب. اللهم كل التوفيق لك يا احمد عاصم المنشد الشاب الجميل. شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا.